أيوة جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحزن القلوب وتدمي الأفئدة ممن نفقدهم بجانحة الكورونا. يعني نحن ما بنقدر نتابعهم لمراقبهم الأخيرة، ما بنقدر نصلي عليهم، لكن هم فدوكم وهم بإذن الله عند ربهم يرزقون، والرحمة لهم جميعا، والدعوات لرفع البلاء عن سائر الإنسانية. نحن حنتكلم في هذه الحلقة عن الصناعات، الصناعة في السودان، والصناعة قديمة في السودان، من الطوب المحروق في مملكة كرمة، القوس والسهم النوبي اللي أخذته مننا دول كثيرة، مملكة ممروي مثلا عملت أعظم صناعة للحديد قبل أكثر من 2500 سنة، وأطلق عليها لاحقا بيرمنغهام إفريقيا. ها جون شانغ وهو كاتب كوري جنوبي وعمل بالبنك الدولي، وأصدر كتاب اسمه السامريون الأشرار، ويقصد به صندوق النقد والبنك الدولي والملكية الفكرية، ويتكلم في فصل كامل عن سر أهمية التصنيع. بيقول في جزء منه: بدون قطاع تصنيعي قوي من المستحيل أن ينشأ قطاع خدمي عالي التنمية، والدليل كوريا نفسها، ماليزيا، سنغافورة، تركيا، الهند ومصر وغيرها. دولة الإنغاز من أيام الأولى، مع أنها كان رافع شعارات نصنع نلبس مما نصنع ونأكل مما نزرع، لكنها بدت في تدمير الزراعة والصناعة والخدمة المدنية وكثير، ووضعت عراقيل كثيرة حدت من تطورها ونموها. منهج الإنقاذ كان مفهوم الرزق الواسع، التجارة، وهم ركزوا على التجارة، لذلك اعتمدت أكثر على الاستيراد اللي هي بتجيب كوميشنات طبعا، وبالتالي أضعفت الصناعة الوطنية، لم تحميها وتوفر احتياجاتها. لذلك حلقة اليوم عن الصناعة في السودان. حيكون معانا في هذه الحلقة الكاملة دكتور الفاتح عباس القرشي، وهو دكتوراه في مجال صناعة النسيج، وعنده كثير من البحوث وأوراق العمل ويعني حول المسائل المتعلقة بالصناعة وعلاقات العمل والفقر وعمالة الأطفال وقانون العمل والاتفاقات الدولية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الغير رسمي، وشغل مناصب كثيرة جدا، لكن الآن نحن بنقابله باعتباره المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية السودانية. هو حيشوف معانا هذا التقرير وحنتكلم مع بعض. يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية في السودان التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز بأنه أكثرها استخداما للعمالة واستجابة للتقنيات الحديثة، بجانب إسهامه في انسياب الصادر والوارد وتحقيق التنمية المتوازنة. يواجه القطاع الصناعي في السودان بصفة عامة وقطاع صناعة الدواء بصفة خاصة الكثير من المشاكل، مما يتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ حزمة القرارات المعلنة لدعم القطاع الصناعي، والتي تتمثل في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام وتوفير الكهرباء والوقود. لمزيد من التوضيح تابعوا معنا جولة كاميرا برنامج الراي شنو في عدد من المصانع والصيدليات. الصناعة المحلية آخر تسعيرة أخذتها في سنة 2019 يناير 2019، وإلى الآن بالرغم من الزيادات الرهيبة اللي حصلت دي، لحد الآن ما قادرين نلقى تسعيرة. السيد الأمين العام عمل تسعيرة ممنهجة، السيد الوزير لغاها. إن الجهات الحكومية عقدت اجتماعات مع مصنعي الأدوية لتشجيع الصناعة الوطنية وتقديم الدعم اللازم لتوفير الأدوية في السوق والإمدادات الطبية، وما زالت الاجتماعات التفاكرية مستمرة لتثبيت تسعيرة الدواء. الدواء هو سلعة استراتيجية، مفروض الدولة تقوم بدورها في توفير ما يلزم لها بحيث أنها تصل للمواطن بالسعر المناسب. ووجودنا الليلة كان في الاجتماع ده بالمنهجية دي، وبأنه في الأخير نشوف المعوقات
ما تعتري الصناعة المحلية بحيث أنها تقدر تقوم بدور الحقيقي وأنها هي تقدر توفر الدواء بالسعر المناسب للمواطن وتقوم إلزام الدولة بأنها هي تشوف ما يمكن أنها هي توفره لتحقيق الحاجة دي. أثارت أزمة الدواء عدة تساؤلات. هل يمكن أن تقوم الحكومة بوضع آلية عاجلة لتنفيذ قرارات دعم الدواء؟ ما هي الجهات المناط بها وضع تسعيرة الدواء؟ هل هناك جهات أخرى غير مختصة تسيطر على سوق الدواء بعد أن توقفت المصانع المحلية وأحجمت الشركات بسبب المديونيات وارتفاع الدولار؟ كيف يمكن تحجيم نشاط تلك الشبكات التي تعمل في سمسرة الدواء؟ هل هناك حلول جذرية لرفع المعاناة عن كاهل المستهلك؟ احنا طبعا بنتناول قضية المصنعين، يعني في الحلقة دي قضية المصنعين، لكن جاءت قضية الدواء. والدواء يعني هو يعني زي ما قال احد المتداخلين انه سلعة استراتيجية، يعني زيه زي الوقود، السكر، القمح، الدواء موجود في كل بيت، زيه زي العيش. يعني لم يعد الدواء يعني حاجة كده نعدها مثلا جانبية، فالدواء هي سلعة استراتيجية وبالتالي بتهم كل المواطنين. لذلك لما ظهرت الأزمة، المشكلة بتاعت الدواء والاجتماعات وإغلاق أمي فارما وإغلاق المنتجين، كان ده شيء مقلق جدا لسائر الشعب السوداني، لأنه نحن عايزين صناعتنا المحلية من الدواء إنها تكون لها الأولوية لصناعتنا المحلية، وهي كل ما صناعتنا المحلية تقدمت في مجال الدواء كل ما نحن تمكننا من إنه نوفر كثير من العملة الصعبة وإشكالات كثيرة جدا في هذا المجال. في الحقيقة نحن في يعني يعني في ثلاث أربع قضايا أثيرت. يعني واحد، إنه هل فعلا الدولة بتتعامل مع الدواء كسلعة استراتيجية؟ يعني ده سؤال يعني مهم جدا الإجابة عليه، ومهم جدا إنه نؤكد عليه. نحن بنؤكد هنا في هذا البرنامج إنه الدواء سلعة استراتيجية، يعني وبالتالي يستحق أن يعامل كسلعة استراتيجية، و كما يتم التعامل مع كل السلع الاستراتيجية الأخرى، وإنه مهم جدا. مسائل التسعير طبعا دي أفتكر كل الناس في كل السودان زي ما يعني حيجينا في يعني زي ما الناس عارفين، يعني إنه سعر الدواء أصبح فعلا يعني مرهق لميزانية الأسرة. ولكن الجيد في الموضوع انه هناك اجتماعات، يعني في اجتماعات بتتم بين الصناعه والصحه والمنتجين المصنعين للدواء، وانه نرجو انه يتوصلوا لحلول على 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 هذين المبدئين، انه الدواء سلعه استراتيجيه، وانه لابد ان نحل مشاكل تصنيع الدواء. حنشوف بعض الاستطلاعات عن الدواء نفسه ونرجع برضو نتكلم. بسمع. حيكون معنا حنتكلم عن 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 بعض الإشكالات بتاعت الدواء باعتباره جزء من الصناعة. يعني في الجزء ده حنتكلم عن الدواء مع الدكتور الفاتح عباس قرشي. دكتور الفاتح عباس، دكتور الفاتح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك
ورمضان كريم. عليكم السلام والرحمة. ونرحب بك في برنامج الراي شنو. نحن عملنا تقرير أولي عن الدواء، يعني نحن المفترض حنتكلم عن الصناعة في السودان، لكن الموضوع بتاع الدواء طبعا برز في الأسبوع الأخير، وكان لابد أنه نغطيه لأنه يعني صناعة مهمة واستراتيجية بالنسبة لنا. وسألنا يعني في التقرير بتاعنا، وجدنا أنه أول حاجة الدواء قطاع استراتيجي، اثنين فيه مشاكل بتاع التسعير، وفيه أثر الدولار. أنا عايز أسأل سؤال مباشر، هل الدواء في نظر الدولة سلعة استراتيجية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكرا جزيلا على الاستضافة، ونترحم على من قضى بسبب الجائحة الخاصة بالكورونا، ونسأل الجميع أن يلتزم بالموجهات الخاصة بالبروتوكول الصحي. ونحن نتكلم عن الدواء والصحة. في تقديرنا الدولة لم تصل إلى حد اعتبار الدواء سلعة استراتيجية أو أمر استراتيجي. زي ما ورد في التقرير، الدواء يعتبر كالأمن الغذائي، عندنا أمن صحي، لازم تأمن البلد صحيا بتوفير الظروف المناسبة لعدم المرض، وبالتالي إذا مرض شخص يلقى العلاج المناسب. بالتالي نفتكر أن الدولة لظروف الخاصة لم ترتقي إلى اعتبار الدواء سلعة استراتيجية، وبالتالي تضع خطة متماسكة استراتيجية لدعم صناعة الدواء أو لتطوير صناعة الدواء في السودان. طيب، التسعير بتاع الدواء، لأنه يعني الناس يتكلموا أنه في مشكلة في التسعير، يعني التسعير ده بتم كيف؟ يعني كيف بتسعروا دواء؟ يعني كيف ممكن السعر أو أي سلعة بتسعر كيف يعني؟ بصورة عامة الصناعة كلها بتسعر الأسعار بتاعت السلع بتاعتها استنادا على العناصر الأساسية للتكلفة الصناعية في محاور التوريد ومحاور التشغيل ومحاور التوزيع. الدواء مثله مثل أي صناعة أخرى، عنده تكاليف صناعية معتمدة في الجهات المعنية المسؤولة عن تسعير الدواء. كل مصنع عنده قدرات محددة فنيا، على فكرة هم 26 مصنع بتاع الدواء في السودان، كل مصنع عنده قدرات فنية محددة، بيعمل خطته الاستراتيجية لتصنيع الدواء بتاعه، وهي بما يسمى باللغة الإنجليزية formulation industry لحد الآن في السودان، أو بصورة واضحة جدا بيعتمد على اعتماد أساسي على مدخلات الإنتاج للدواء من خارج البلاد. وبالتالي أي هزة في المسألة بتاعت التوريد متصلة بالعملة الصعبة والإنفليشن، التضخم في البلد ينعكس مباشرة في أسعار الدواء في السودان. الآلية اللي بتحدد سعر الدواء مع المجلس الخاص بالسموم والأدوية، بنعمل فورموليشن، يعملوا قاعدة بتاعت إنفورم تكلفة للمقارنة بين خط العناصر الأساسية للتكلفة في صناعة الدواء بشكل عام. كل مصنع يشيل المؤشرات الأساسية لهذه التكلفة، يضع تكلفته على أساس المؤشرات الأساسية، تعرض في اجتماع بالأطراف المعنية للمسألة بتاع تحديد السعر، تترفع للجهة المعنية لتصديق السعر اللي هي وزارة الصحة ممثلة في الصيدلة والسموم، المجلس الصيدلة والسموم. وهذا ما حصل في الفترة الأخيرة، لكن عاد الأخونا دكتور أكرم ونقد التسعيرة، وحنتكلم عن الأسباب لنقد التسعيرة نفسها يعني. طيب، يعني يا دكتور الفاتح، أنت دائما يعني في كل الصناعات بيقول لك أثر الدولار، يعني كده ورينا أثر الدولار، يعني فكفك لنا أثر الدولار دي في صناعة الدواء بالتحديد. حنجي لأثر الدولار في الصناعات، لكن في صناعة الدواء شنو المشكلة يعني؟
طيب في صناعة الدواء أثر الدولار كما ذكرت أنا، صناعة الدواء في السودان تعتمد اعتماد أساسي بنسبة عالية جدا تصل إلى تقريبا 90% من التكلفة تحت الإنتاج، أشياء بتستورد خارج من خارج السودان، وبالتالي الدولار اللي بنتعامل به في شراء هذه المواد من خارج السودان تنعكس تكلفته بنفس النسبة، بنسبة 90% في صناعة العنصر المحدد اللي هو الدواء، بغض النظر عن نوعية الدواء هي شنو، لأنه كل المدخلات بتاعت الإنتاج الأساسية للدواء تستورد من خارج السودان. من هنا المسألة بتاعت دعم تسعيرة الدواء مفروض تكون محكها الأساسي هو السعر بتاع الدولار اللي بستورد به أنا مدخلات الإنتاج الأساسية. فلو الدولة دعمت الدولار بتاع الاستيراد هنا بيكون في دعم حقيقي لصناعة الدواء في السودان. طالما هي ما بتدعم الدواء، ما بتدعم الدولار بيستورد به ومدخلات الانتاج الأساسية، يبقى المصانع بتشتري الدولار بنفس التسعيرة السائدة في السوق الموازي عشان توفر مدخلات الانتاج عشان تصنع الدواء، وينبغي أن يعتبر ذلك في تكلفة تصنيع الدواء في السودان، والناس يتوافقوا على السعر. لو في إمكانية للدعم بتجي في دعم المدخل الأساسي اللي هو ممثل 90% من تكلفة الدواء في السودان. وزي ما ذكر في التقرير التسعيرة الأخيرة كانت في أواخر 2018، في سنة 2018، وما ظهرت تسعيرة جديدة للدواء إلا الأخيرة دي اللي هي حصلت فيها المشكلة اللي بنتكلم عنها الثانية. طيب نحن في الحقيقة طبعا ما عايزين ندخل في مواقف يعني الأطراف المختلفة، وبنفتي يعني نتمنى إنه كل الأطراف تصل لحلول يعني مع بعض وكده، لكن نحن يعني غرضنا في هذا البرنامج إنه نعرف إنه يعني المشكلات شنو، وعشان نشوف نحاول نحن نقدم أشياء. طيب إذا الدواء معتبر استراتيجي، يعني مثلا الليلة الوقود بيدعم مع أنه بيقولوا حيشيلوا الدعم، إحنا ما عارفين حيشيلوا ولا لا، لكن القمح مثلا مدعوم، يعني فالدواء ليه ما يكون مدعوم؟ يعني شنو يعني أنت لما تعتبر يعني حاجة استراتيجية مفترض يعني تدعم، فالمشكلة وين يعني هنا؟ طيب المشكلة في عموميات، المشكلة بتاعت قدرات مالية، قدرة الدولة المالية في أنها تدعم الدواء. سابقا كان بيحدد مبلغ من الدولارات يقسم على حسب الإنتاجية على المصانع، والمصانع تشتغل توفر الدواء بشكل مناسب. عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى هي المشكلة بتاعت الدولارات، المشكلة الثانية مشكلة التسويق من المسألة بتاعت استيراد الدواء الجاهز من خارج السودان. نحن بنسعى إلى أن نوفر العلاج داخليا بتصنيع دواء داخلي من المصانع دي ونطورها هذه المصانع، لكن بتظهر المشكلة في أنه الدولة لا تستطيع أن تدعم الدواء. أخيرا دكتور أكرم بيتكلم عن أنه حيدفع 10 مليون دولار شهريا لدعم الدواء، بمعنى أنه حتدفع 10 مليون دولار بسعر بنك السودان ال 55 جنيه السعر الرسمي. ده حيعمل فرق كبير جدا في السعر، وحيكون مصانعنا بتنتج بتكلفه متدنيه جدا تقدر تنافس حتى الدواء المستورد من خارج السودان. المشكله طرحت في التسعيره الاخيره انه الايتم المحدد، اذا كان اخذنا مثلا الباراسيتامول البنادول، بيصنع في مصنع بتكلفه، ناخذ مثال 100 جنيه، في مصنع ثاني بينتج بتكلفه اعلى لانه قدراته بتختلف ب 150 جنيه، لكن المصانع كلها التزمت بالمؤشرات الخاصه بوزاره الصحه وعملت تكلفتها ورفعتها. كان مفروض يحصل سموثينج اوت ادجستمنت للايتم الواحد، بدل ما ترفض كل التسعيره كان ممكن يحصل اعاده نظر في تسعيره الدواء المشترك بين اكثر من مصنع عشان يصلوا لحاجه في الوسط وتحل المشكلة، وبالتالي الدولة ممكن تقدم دعوة من خلال توفير العملة الصعبة لاستيراد المدخلات الانتاج الأساسية. العوامل الأخرى بتتراجع تكلفتها، بتتراجع تكلفتها إذا كان استمرينا إحنا في الانتاج، يعني مثلا المرتبات والأجور، الطاقة، توفير المعينات الأخرى
بتاع توليد الطاقة نفسها دي، كل ما إنتاجنا ارتفع كل ما نصيبها بيبقى أقل في المسألة بتاعت التكلفة والمسألة ممكن تكون تمشي. العنصر الأساسي توفير التمويل وتوفير الطاقة. جميل. يعني إذا كان يعني إذا اعتمد العشرة مليون دولار اللي وعد بها وزير الصحة وشهريا يعني أو وعدت بها الحكومة ونفذ، إذا نحن حنشوف أول حاجة إنه حنصل لحلول، مش كده؟ حنصل لحلول، ويعني إذا في أي معوقات حنحلها. يعني الطرفين أعتقد يعني عندهم الرغبة في الوصول لاتفاق مجزي للطرفين وعادل وجيد. يعني هل أنت في رأيك ده يعني قريب ولا في مشاكل فيه؟ فأنا أفتكر أنه الرأي غريب وممكن يعني ممكن التنفيذ في الظرف الحالي. وعلى فكرة الدواء في خطة كبيرة جدا عاملينها الناس في صناعة الأدوية، مش يكتفوا بالاستهلاك المحلي بس يعني ويغطوه، إنما في خطة للنفاذ لبعض الدول الأفريقية يتراوح الصادر فيها بين 25 مليون إلى 66 مليون دولار. يعني عندنا إمكانية نغزو السوق الأفريقي بأدوية مصنعة سودانيا تعمل لنا التعويض بتاع العشر مليون بتكلم عنه الحكومة ويتكلم عنه دكتور أكرم. فالقطاع الدواء قطاع واعد جدا جدا، بيأمن لك المسألة بتاعت الصحة، ممكن يشترك لك في تحديد الميزان التجاري بتاع البلد، خاصة جربت بعض الأدوية بتاعتنا خارج السودان في بلدان لصيغة لنا يعني على الحدود ولقت استجابة عالية جدا وسجلت هناك، لكن لسه المسألة ما أخذت الشكل التجاري الواسع. حنطلع فاصل دكتور الفاتح نحن والمشاهدين وكلنا، وبعد كده حنرجع حنشوف استطلاعات رأي، وبرضو حنتكلم المرة الجاية بقى حنتكلم عن الصناعة بشكل عام. مرحبا بكم في برنامج الرأي شنو، وسنواصل الحلقة في عن الصناعة في السودان، وحيكون برفقتنا الدكتور الفاتح عباس قرشي المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية السودانية، وحنشوف معاه استطلاع عن نفس الموضوع بتاع الدواء. نحن يعني ركزنا هذه على الدواء على اساس انه الدواء بيدينا مثال عن كل الصناعات، وكذا نشوف الاستطلاع مع بعض. الاسباب هي طبعا ارتفاع الدولار. افترض ذاته الحكومة كانت هي تدعم الدواء، فاتورة دعم الدواء هي 500 مليون دولار تقريبا، وهم مبلغ بالنسبة للدولة ما مبلغ كبير. الزيادة هي بالنسبة لشركات الأدوية صراحة هي لازم تزيد، ما هي في الآخر هي ما فاتحة كجمعية خيرية أو كده، هي برضو عندها منصرفات وأرباح وهم جايين ليحققوا بروفيت، فهو لازم يكون في حل. يعني هي من ناحية حتزيد بارتفاع الدولار، هي أصلا حتزيد، فهم يا اما يرجعوا حاضر الصادر الحاصل بتاع الصادر، يا اما يكون في تامين صحي، يعني تامين صحي بجد يعني اوكي شامل لكل الناس، يقدر يساعدهم بالذات للناس الدخول الدخل المنخفض. فهم من ناحيه في حيحصل في ارتفاع في سعر الدواء، ايوه حيحصل ارتفاع في سعر الدواء، فنحن لازم ندعم الشركات المحليه، انتاجنا المحلي لازم يكون في بلان واضحه للادويه. نحن يفترض نحن ندخلها عشان ما نقوم نحتاج للادويه المستورده من برا. وطبعا في حاجات نحن كإمكانيات السودان ما ممكن احنا نصنعها هنا، مثلا زي الانسولين
ففي ادويه معينه كان احنا بنحتاج نجيبها من برا، فدي يتم عن تنسيق الشركات اصلا موجوده اللي هي عندها توكيلات هنا. فهو لازم الموضوع خطه بلان ما اكثر من كده. يعني احنا لازم نوفر خطط طويله المدى للتصنيع المحلي ولكده، دي لازم تكون قاعده على الترابيزه وقاعده قدام الوزير والمجلس القومي للادويه والسموم ان شاء الله. صناعه الدواء في السودان دي بدات من الستينات. امي فارما بدات الانتاج سنه 83 و لينا هسه 37 سنه في هذا المجال. امي فارما فيها 1200 العمالة اللي فيها، إنها مهندسين، صيادلة، فنيين، دكاترة، كل التخصصات. فبنعاني في أنه نوصل المواد دي للسودان. كم 80 منتج، كل منتج بيكون فيه حاجة بتاعت قريبة 15-20 مكون، فما بقدر على أنه أبرمج إنتاج على غيب. ما في دواء أنه ده أعلى جودة من الثاني، ما في حاجة زي. في دواء مطابق للمواصفات وفي دواء غير مطابق، فهي دي بتحكم دساتير الأدوية ولمن المعمل المركزي ما اللي هو بحلل، ما بحلل ببغيس بالسعر أنه ده سعر غالي أن إحنا متطلباتنا منه أعلى. فكلهم بيخضعوا لنفس المعايير بتاعت الجودة، اللي ما مطابق للمواصفات ده ما بيصدقوا ولا بيسحبوا. الحلول الاقتصادية كالآتي: على الدولة أول حاجة الاهتمام بالزراعة والصناعة. اهتمام الدولة بالزراعة والصناعة بشكل في شكل دوري، مش شكل يعني مؤقت. لازم الدولة يكون عندها إنتاج زراعي وصناعي في شكل دوري، يعني على رأس كل أسبوع أسبوعين ثلاثة يكون عندنا صادر. هذا الصادر هو سبب أساسي في وفرة النقد الأجنبي، وعدم وجود النقد الأجنبي أن إحنا هنكون طوالي في ارتفاع بالنسبة لسعر العملة، بالنسبة لسعر المواد الغذائية، سعر الأدوية، سعر كل حاجة. الزراعة الصناعة هي شيء أساسي بالنسبة للإنتاج بالنسبة للدولة. إذا كان ما في إنتاج، ما في زراعة، ما في صناعة، إحنا هنا بندخل في حتة بتاع شنو؟ ما نعتمد عليه، ما نعتمد على المساعدات الخارجية، نعتمد على الزراعة، لأنه الدولة هنا فيها موية، فيها أرض، فيها حاجات كثيرة جدا، ممكن الناس تزرع، ممكن أي زول في بيته ممكن يخدره، ممكن يعمل دجاج، ممكن يعمل حيضان. يعني حقيقة الأدوية معدومة، يعني هسه أنا اللي بفتش في تقريبا 5 أدوية، لقيت 4-5 يوم ما لاقي يعني هاي. ما متوفرة. وفي بعض الشركات ما وقفت التعامل مع بعض الصيدليات نسبة تذبذب الدولار تقريبا، وده بتعكس سلبيا على المواطن. احتضان الكبير اللي قاله الوزير ده للشركات كان كلام يعني نزل لهم لحد المينيمم، قال لهم تعالوا نقعد، وده كلام منطقي جدا. وفي هذه اللحظات الصعبة اللي ربع الوطن يعني قال لهم يعني قدم حلول كويسة، ونصر الله أنهم يستجيبوا، ونصر الله أنه ييسر الأمور. والله الدواء ارتفاعه بقى عالي جدا، يعني زمان الدواء اللي بتشتريه ب100 اللي بتشتريه ب400، يعني 3 أضعاف. أهلا بكم. شفنا طبعا هذا الاستطلاع مع بعض، و حنشوف يعني الرأي شنو مع دكتور الفاتح يعلق لنا على بعض التساؤلات. نحن في الحقيقة جبنا الموضوع بتاع الدواء كمثال كنموذج لقضايا الصناعة في السودان. دكتور الفاتح، زي ما قلنا هذا نموذج للصناعة في السودان، يمكن بيعكس لك كل المشاكل بتاعت الإشكالات بتاعت الصناعة في السودان. كذا ادينا لمحة قصيرة جدا عن الصناعة في السودان. حاصل ايه؟ طيب، الصناعة في السودان، ولو انه الدواء اخذ من وقتنا كثير، لكن حاجة مهمة. يعني
بس دار أشير إلى إشارة أساسية أن صناعة الدواء تختلف عن الصناعات التحويلية الأخرى. صناعة الدواء زي ما ذكرت أغلب مدخلات إنتاجها من خارج السودان. الصناعات التحويلية المربوطة عندنا بالقطاع الزراعي زي ما ورد في الاستطلاع من بعض الأقوان تعتمد أساسا على مدخلات إنتاج من القطاع الزراعي السوداني، وبالتالي دي عندها طابع استراتيجي يتماثل مع الطابع الاستراتيجي للدواء، لكن باختلاف المصادر الاثنين، مصادر الدواء الخام هنا محلية وهناك أجنبية. المسألة بتاعة الدواء ما بتختلف من أي نشاط اقتصادي آخر، لا يمكن تطالب مصنع يشتغل بالخسارة. كل المصانع ينبغي أن تبنى على أساس أنه دراسات جدوى اقتصادية وفنية محددة. أي متغيرات في تركيبة التكلفة بمؤثرات خارجية بتنعكس طوالي على التكلفة، ده شيء علمي ما فيه نقاش يعني. يبقى الدور بتاع الدورة الدولة أنها هي تراعي كيفية تخفيض سعر الدواء للمواطن اعتبارا لاستراتيجية وأهمية الدواء لصحة المواطن. ورد كلام حول التأمين الصحي وهو صحيح 100%، لكن التأمين الصحي ما بغطي كل المجالات الخاصة بالمرض الخاص، وبالتالي بعض الأدوية بيصرف عليها المواطن من جيبه يعني، اللي هو مغطى بتأمين صحي جزئي. ما عايزين نمشي في الدواء كتير نحن. الحاجة الثانية اللي هي ممكن تعم كل العملية إذا كان مستورد من خارج السودان أو من داخل السودان منتج. دكتور لأنه الموضوع نطلع للصناعة. الصناعة في السودان زي ما أنا ذكرتها أغلبها صناعة تحويلية بتعتمد. طيب يعني لأنه إحنا ناقشنا كثير في الدواء، نحن عايزين نشوف كما حددنا في الدواء شنو المشاكل اللي بتواجه الصناعة السودانية بشكل عام. طيب المشاكل هي أصلا يعني نابعة من مشكلة أساسية، أم المشاكل هي العملية السياسات اللي بتحكم الشغل الاقتصادي في السودان كله. السياسات بمفهومها الكبير، سياسات التدريب، سياسات التعليم، سياسات التسعير، سياسات توليد الطاقة، من هنا بننفذ المشاكل بتاعة الصناعة. المشكلة الأولى اللي تكلمنا عنها هي مشكلة توفير الطاقة. الطاقة على فكرة المولدة عندنا الكهربائية 62% من الطاقة المولدة كهربائيا في السودان حراريا ومائيا بتمشي للقطاع السكني. القطاع الصناعي يستهلك فقط 16%، وده بيأثر على التكلفة بتاعت الإنتاج. المشكلة بتاعت الطاقة لازم يكون في تصور استراتيجي لها، ونحن عندنا بعض المقترحات لهذا التصور الاستراتيجي. المشكلة الثانية اللي هي هسه زي ما ناقشناها في الدواء مشكلة التمويل. عدم توفر التمويل اللازم، الرأسمالي أو صاحب العمل واجبه الأساسي أنه يبتكر المسألة بتاعة المصنع، يركب المصنع، يستورد الآليات الحديثة، لكن الجنريشن بتاع القروج بتاع الرأسمال التشغيل ينبغي أن نوفر من خلال المعاهد المصرفية والبنوك الخاصة في السودان. عندنا مشكلة أساسية في مسألة التمويل المحلي والتمويل الخارجي. التمويل الخارجي واضح جدا المشاكل فيه، والتمويل المحلي عندنا صيغ بتاع التمويل غصير المدى، عالي التكلفة بتاعة التمويل بيرتد طوالي، هذه التكلفة بترجع طوالي إلى التكلفة بتاعة الإنتاج. المشكلة الثانية هي مشكلة التسويق التوزيع. البلد أسواقها مفتوحة، تركيبتنا هشة في السوق، السوق هو موجه للسعر وليس الجودة. عندنا اتفاقيات إقليمية مؤثرة تماما على السوق السوداني، نحن هازمين الصناعة الوطنية بالجبايات والرسوم، وبنقلل من قدرة التنافسية حتى في سوقنا الوطني. ده كله لازم يوضع في الاعتبار في تصور محدد من الغرف الصناعية، عندها تصور محدد لمقابلة هذه المشاكل. ممكن لو سمح الوقت نستعرض بعض الخطوط العريضة لهذا التصور. قبل ما نجي للخطة أنا عايز أسألك سؤال صغير كده حول الحماية. يعني هل الدولة موفرة حماية للإنتاج المحلي،
ولا الانتاج المحلي اصلا ما قادر يغطي الاحتياج، وبالتالي الدولة لا توفر حماية. يعني السياسة هنا شنو؟ طيب السياسة هي لازم تبنى عن فهم استراتيجي للتنمية الصناعية في السودان، وللأسف الفهم الاستراتيجي للتنمية الصناعية في السودان ده غير موجود. هنتكلم عن استدامة العملية الصناعية ونموها تطورها، فإذا كان غابت الاستراتيجية دي بتغيب المسألة بتاعتي. احنا بنتكلم عن دعم، بنتكلم عن قاعدة سوية لمنافسة شريفة في السوق الوطني نفسه. يعني لازم تكون في قاعدة بنعتمد عليها نحن في العملية بتاعت المنافسة بتاعتنا. السودان من سنة 92 بندعي أن انتقلنا للتعامل مع السوق الحر، اقتصادياتنا انتقلت من الاقتصاد الموجه نسبيا إلى الاقتصاد الحر، لكن متطلبات الاقتصاد الحر ده لم نوفيها حقها، وبالتالي التأثيرات كانت سلبية جدا في التطبيق الغير سوي للاقتصاد الحر اللي انتهجناه. المسألة بتاعت تغطية الاستهلاك المحلي في مفارقات تدهش. يعني مثلا لو أخذنا زيوت الطعام، الطاقة الإنتاجية المركبة في السودان 3,200,000 طن، 3,200,000 طن. استهلاكنا المحلي من الزيوت يتراوح بين 300,000 طن إلى 400,000 طن، ورغم ده كنا بنستورد عدد كبير جدا من الأطنان سنويا من الزيوت، وبننتج حبوب زيتية في السودان بتصدر مواد خام. هنا هزمنا الشعارات الأساسية حتى تحت الثورة المجيدة دي، وده ينطبق على كثير من الصناعات الأخرى اللي ممكن تغطى استهلاك، يعني الانتاج المحلي يغطي الاستهلاك بتاعه ويفيض هذا الاستهلاك. وعشان كده التشويهات دي لازم تزول. لو ما زالت هذه التشويهات، لو ما وضعنا خططنا الاستراتيجية وبنينا عليها أهداف كمية ونوعية، ما ممكن نصل أحد. نعم دكتور الفاتح، ايوه، لانه انا عايز امشي في الحقيقه في الخطه، لانه انا يعني علمت انه عندكم كتاب كبير فيه خطه، يعني خطه استراتيجيه للتنميه الصناعيه في هذا البلد بكل الجوانب اللي انت قلتها لي. ممكن تعرض لنا يعني الاطار العام لهذه الخطه؟ ويعني افتكر يعني نحن فعلا لو قدرنا يعني في الوقت الباقي لنا ده نستعرض ده يكون كويس. طيب الاطار العام للخطه بنيت تماما لتحقيق اهداف الثوره، اللي هي بنيت على اعتمادا على الطاقات الانتاجية المتاحة وليس المركبة. يعني نتكلم عن طاقات مركبة كبيرة جدا، لكن في الخطة في السنة الأولى سميناها سنة الأساس، اعتمدنا فيها على الطاقات المتاحة اللي هي دائرة فقط توفير رأس مال التشغيل وتتحول إلى إنتاج. الخطة رجعت لورا في سلاسل التوريد واتكلمت عن خطة للإنتاج الزراعي لتوفير مدخلات الانتاج الأساسية مبنية على إنتاجية بتاعة متوسط إنتاج في الأربع سنوات السابقة للمحاصيل الأساسية زي القمح زي الحبوب الزيتية كلها بأنواعها. دي بنيناها في القطاع الزراعي مع وزارة الزراعة في المسألة بتاعة التاريخ بتاع الإنتاجية بتاعتها. ده كله لازم يغطيه شكل محدد من أشكال توفير الطاقة في القطاع الزراعي وفي القطاع الصناعي. الخطة اعتمدت على منهج أساسي في أنه نحول القطاع المنزلي كله، نبني بناية أساسية استراتيجية لتوفير الطاقة الكهربائية في الريف وكل القطاع المنزلي. نبتدي بمبادرة الطاقة الشمسية واللي هي ممكن تعيننا كثير جدا في توفير الطاقة بصورة مستدامة للقطاع الانتاج الزراعي والصناعي. في كل المحاور الصناعية الأخرى، صناعة الدواء، صناعات التحويلية، الصناعات التجميعية، صناعة البتروكيماويات، كل هذه خطينا فيها أهداف كمية مبنية في السنة الأولى على الطاقات المتاحة، وما بتحتاج إلا إلى سياسات محددة تغر من قبل الدولة وتمويل محدد يغر من قبل الدولة وفتح الباب للقطاع الخاص في أنه يستجلب رأس مال أجنبي من برا
اف دي اي بضمانات من بنك السودان، وده كله ممكن يكون متاح في ظل الانفتاح الحقيقي بعد السياسات الخارجية. وننتقل للسنة الثانية والسنة الثالثة نكون في الفترة الانتقالية خطينا قاعدة ممتازة جدا لانطلاق بتاع نهضة صناعية في السودان مبنية على قدراتنا الذاتية وليس على التمويل الخارجي ولا الإعانات الخارجية. حتى في مجال الدقيق والقمح وإنتاج الدقيق لنا مفارقات أساسية لازم نراها على أرض الواقع يحصل لها سموث أوت، هذه المفارقات نتخلص منها. مثلا صناعة الدقيق محتمدين على 5 مطاحن هي بتطحن الدقيق اللي بنجيبه نحن أو القمح اللي بتستورد الدولة أو بننتجه محليا. في الوقت اللي فيه عندنا مصانع تانية بتاع الطحن تصل إلى 26 مطحن دي صغيرة ومتوسطة موجودة في عدد من الولايات، ممكن القمح يطحن قبله في الولايات دي بدل ما يجي الخرطوم يطحن ويوزع بعد ذاك من الخرطوم. أشياء زي دي هي ممكن تساعد في أننا نستغل إمكانياتنا كلها لتطوير مواردنا، والولايات ما تكون متنافسة مع بعض. الولايات كل والي مسؤول في الخطة عن تطوير موارده في الولاية، وتتخصص الولايات حسب إمكانياتها ومواردها المحددة، وتتكامل في الخطة العامة للبلد، وتترفع في النهاية في خطة وطنية متكاملة تتعكس في الميزانية الخاصة بتاعت البلد وكل الناس يكونوا اشتركوا فيها. في مشكلة تانية، مشكلة توفير العمالة، وبادرنا بخطة بتاعت تدريب في القطاع الخاص لو الحكومة انتبهت وأخذت القرارات الأربعة المعنية ممكن القطاع الخاص يدرب عدد كبير جدا من الخريجين للجامعات بدون الحاجة للتدريب التحويلي. يتلغى التدريب التحويلي في فترة 3 سنوات، يتوفرت المواد بتاع التدريب التحويلي دي الموارد دي وتتوظف فيها. دكتور الفاتح، نعم. يعني أنا قبل ما أشكرك على هذه الحلقة والمعلومات الجميلة والجيدة، لكن عايز بس أقول لك حاجة يمكن ما احنا نقدر نناقشها، لكن أنتوا عندكم خطة متكاملة كبيرة واضحة. الخطة دي هل حتنزل لنا عشان نحن نشوفها ونسمع بها والشعب يعرف أنه عندكم خطة وكده؟ يعني أرجو أنه تعملوا برضو استراتيجية إعلامية للخطة. نحن بنودعك ويعني بنقول لك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله نتلاقى في حلقات قادمة. الكورونا في يوم 8 كانت 181 حالة، وفي يوم 9 كانت 53 حالة، وبعدين يوم نزلت يوم 9 ل 83 حالة، والليلة 83 حالة، وكانت امبارح 6 وفيات، الليلة 3 وفيات. وده كله بفضل قعادنا في البيت، عايزين نصل لصفر كورونا مع نهاية العشرة أيام بتاعت الحظر. ونودعكم، وإن شاء الله يعني لما نلاقيكم المرة الجاية نكون عندنا صفر كورونا ودمتم بخير. شكرا لكم.